الملكية ما في شك شريك استراتيجي للمملكة العربية السعودية، شريك بدأت الشراكة تقريبا من ما يقارب 80 عام، وهذه الشراكة لها أثر كبير جدا على المملكة العربية السعودية وأيضا على الولايات المتحدة الأمريكية. فلك أن تتخيل لو 10 مليون برميل نفط الرخيص من تكلفة إنتاجه من 3 إلى 6 دولار ذهب العقد لبريطانيا، لن تكون أمريكا بوضعها الحالي اليوم. يعني السعودية ساهمت في قوة أمريكا. لا في شك، تخيل لو هذا العقد راح لبريطانيا سوف يكون وضع أمريكا مختلف تماما اليوم. إيران دولة جار، وكل ما نطمح له أنه يكون لدينا علاقة طيبة ومميزة مع إيران. لا نريد وضع إيران يكون صعب، بالعكس نريد إيران مزدهرة تنمو، لدينا مصالح فيها، لديهم مصالح في المملكة العربية السعودية لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار. إشكالياتنا هي في التصرفات السلبية التي تقوم فيها إيران، سواء من برنامجها النووي أو دعمها لميليشيات خارجة عن القانون في بعض دول المنطقة، أو برنامج صواريخها البالستية. نعمل اليوم مع شركائنا في المنطقة وفي العالم لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات، ونتمنى أن نتجاوزها وأن تكون علاقة طيبة وإيجابية فيها منفعة للجميع. هذا أمر غير قانوني في اليمن، غير قانوني دوليا، ولا يوجد أي دولة في العالم تقبل من يكون ميليشيا على حدودها وأن يكون هناك أي تنظيم مسلح خارج عن قانون دولة على حدودها. فهذا أمر غير مقبول للسعودية، غير مقبول لدول المنطقة، وأيضا غير مقبول للشرعية في اليمن. وشاهدنا هذا التصرف ماذا كانت انعكاساته على اليمن. نتمنى أنه الحوثي يجلس على طاولة المفاوضات مع جميع الأقطاب اليمنية للوصول لحلول تكفل حقوق الجميع في اليمن وتضمن أيضا مصالح دول المنطقة. العرض مقدم للمملكة العربية السعودية بوقف إطلاق النار وبالدعم الاقتصادي وكل ما يريدونه مقابل وقف إطلاق النار من قبل الحوثي والجلوس على طاولة المفاوضات. مجموعة قرارات من ضمنها الفي اي تيز 15%، هذا قرار مؤقت قد يستمر لسنة كحد أقصى 5 سنوات، من ثم الأمور سوف تعود إلى يعني نصابة ستقل يعني إلى 10%. بلا شك مستهدفنا أن نكون بين 5 إلى 10% فقط حتى نعيد توازننا بعد هذه الجائحة ثم نعود إلى الرقم الطبيعي.